نجم الجزائر الأول بقي متربعا على عرش الكرة الجزائرية للعام الثاني تواليا. صحيح أن الإنجاز الباهر مع ثعالب ليستر في حفل هذه النسخة من جائزة صحيفتي الهداف ولوبيتور الرياضيتين تسلم محرز جائزته بحضور نجمي الكرة الجزائرية السابقين رابح ماجر ورفيق صيفي. أنا سعيد جدا بنيل هذه الجائزة للمرة الثانية تواليا، ومن الجميل دائما أن يتم اختيارك كأحسن لاعب جزائري في الموسم. نحن هنا وعملنا هو أن نساعد الفريق الوطني لتحقيق نتائج جيدة. العامان الأخيران كانا حافلين بالنسبة لي مع ليستر ومع المنتخب وعلى صعيد الجوائز الفردية. نال محرز 48.48% من الأصوات ليتقدم على زميله في ليستر سيتي إسلام سليماني، وعلى فوز غلام لاعب نابولي وهلال العربي السوداني ونبيل بن طالب. وكان محرز قد أدى موسما لافتا قبل الحالي بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ونيله جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز وجائزة أفضل لاعب إفريقي، بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب جزائري. فيرغسون قال لهم كونتي هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بن شيخ. أنا ليا كونتي، أنا ليا كونتي هذا العام. أنت يعني تساند فيرغسون؟ ما نساندش فيرغسون، بديت رأيي عندها أنا قبل فيرغسون شهرين ولا ثلاثة. بكل احترام سي تانكرون مسيو كرون تونترينور، ولكن قلت عندها واحد شهرين ولا ثلاث شهور ملي قلت لكم على كونتي. لعاب فريمون سي ان جوار اكستراوردينار، يخدم للور القدام في الوسط ما يحبش انفورمي. دونك أنا بور موا الميور جوار دونجلتر هذا العام. The winner of the 2016 PFA Men's Players Player of the Year Award goes to Leicester City's Riyad Mahrez. Governor Hotel in London, Riyad Mahrez, who was outstanding today at the King Power Stadium for Leicester City. He's been brilliant all season, looking very sharp today in his tuxedo, getting his award as well. What a special night for Riyad Mahrez and also for Claudio Ranieri, getting the award from his manager as well. Wonderful for Leicester City Football Club. And it could be the first trophy of a number that they may win this season. Wonderful night for Riyad Mahrez and for Claudio Ranieri. محرز العام اللي فات هذا العام واش هو داير؟ قلت لك ما راهش في افضل حالاته. خلاص بس هنا وما تزيدش في الكلام باش ما ندخلوش في البوليميك. اوباميونغ العام هذا العام واش هو داير؟ هداف مثل العام الماضي. ماشي هداف هو داير حاله في دورتموند، هداف شغل او ماركا برك. نوي ماركي ويعطيك تماركي هو اللي دورتموند راه يتزها به. هذه وحده صافي يدير هنا هاد لو جوار اللي ريغولي عنده استقرار في عنده استقرار. راهم العام اللي فات العام راهو توجور في لامام وين يلعب او يلعب في الالمان. في الالمان فوتبول تاعهم احسن من بريطانيا، بينما زيد تقول لي لونجلتر فوتبول تاعهم خير من الالمان. بينما محرز مستواه متذبذب هكذا حبيت تقول بن شيخ. لا مش انا نقول، لاني الميدان يقول دوك. ولا انت تشوف من هذا العام محرز او داير حاله في ليستر ما لا وليت ما نشوفش غير نروح ندور في صنعاء نبدل اكتيفيتي نروح ندير حاجه اخرى. توج الدولي الجزائري رياض محرز بجائزة أفضل لاعب إفريقي الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد حلوله في المركز الأول متفوقا على الجابوني بيير إمريك أوباميانغ والسنغالي ساديو ماني. الجزائر محرز نال المركز الأول ب 361 نقطة متفوقا على الجابوني أوباميانغ الذي حل ثانيا ب 313 نقطة، في حين احتل السنغالي ساديو ماني المركز الثالث ب 186 نقطة. اختير الدولي الجزائري ولاعب ليستر سيتي رياض محرز احسن لاعب مغربي للعام 2016 حسب الاستفتاء الذي نظمته مجله فرانس فوتبول. رياض محرز الذي حافظ على اللقب كان قد حصد 55% من مجموع الاصوات متفوقا على التونسي علي معلول اللاعب الاهلي المصري الذي نال 11% من الاصوات، وحل المغربي سفيان بوفال المحترف بنادي ساوثهامبتون الانجليزي في المركز الثالث ب 7%. مانشستر سيتي تعاقده مع الجزائري رياض محرز قادما من ليستر سيتي. الموقع الرسمي للفريق الإنجليزي كشف عن مدة التعاقد، حيث وقع الجزائري المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016 عقدا لمدة 5 سنوات. وقد اختار النجم الجزائري القميص رقم 26، وبحسب تأكيدات الصحافة الإنجليزية فإن قيمة انتقال محرز بلغت 60 مليون جنيه استرليني.